السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا أولياء الله. نعم أنتم أولياء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني كذلك معكم وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، فكل مؤمن فالله وليه، فأنا وأنتم من أولياء الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمن، كل مؤمن، هو من أولياء الله تبارك وتعالى. وشيء جميل أن يستشعر الإنسان هذا الشيء: أنا ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، لأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذن الله يحبني، لأن الله تبارك وتعالى سيجعل لنا ودا، لأن الله سيجعل لكل من آمن ودا محبة سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وما يكون الود إلا مع الولاية، يتولانا الله فيحبنا سبحانه وتعالى. صلى الله يحيينا على الإيمان وميتنا على الإيمان. كيف نصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة أولياء الله تبارك وتعالى؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، نكون من أولياء الله جل وعلا. ولكن لابد أن نعلم أن الولاية لله تبارك وتعالى درجات. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث عظيم، عظيم جدا. يبتدئه ربنا تبارك وتعالى بقوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصور، تصوري أنك من أولياء الله، والله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه. والله ذكر إعلان الحرب على ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: من يعادون أولياءه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وعلى الذين يأكلون الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الثالث، الصنف الثالث: الذي يفسد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن الأصناف الثلاثة من يعادي أولياء الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا آذنته، أعلمته، أعلنت له أن الحرب قائمة بيني وبينك. واحد داخل حرب مع الله، شو النتيجة؟
خالصة النتيجة. فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني إذا أدى الإنسان الفرائض التي أوجبها الله عليه وترك المحرمات التي حرمها الله عليه صار من أولياء الله. بس دين يسر، الدين سهل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتخرج زكاة مالك؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأن تصوم رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال الرجل: والله لا أزيد على ذلك. ما بيتطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح والله إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. دين يسر، بسهولة تدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. يعني لما تنزل جسمك تمسك نعالك أو الشراك الخيط الذي تربط به النعل أو الحذاء، الجنة أقرب منه. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فطريق الجنة سهل لله الحمد والمنة. يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن الإنسان ما يبي الجنة فقط، يبي أعالي الجنة. الجنة درجات. تبي درجة أعلى؟ تبين تصعدين في الجنة؟ يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه مرحلة فوق، مرحلة زيادة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان الذي يتقرب إلى الله بالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل الذكر، نوافل الدعاء، نوافل البر، نوافل حسن الجوار، نوافل الإحسان إلى الناس، باب النوافل واسع جدا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يسددك الله سبحانه وتعالى، يسدد جوارحك، سمعك، بصرك، قلبك، يدك، رجلك، لسانك، يسددك الله، يحفظك الله. وذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: يا أهل معاصي لا تغتروا بترك الله لكم، لو أحبكم لعصمكم. فإذا أحبك الله عصمك، منعك من الشر، يصدك عن الشر، لأنه صار يحبك سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ثم ماذا؟ قال: لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. تسأل يعطيك، تستعيذ يعيذك سبحانه وتعالى. وما هذا إلا لأنك صرت من أولياء الله المقربين، لأن هناك أولياء وهناك مقربون. تعالوا نقرأ سورة الواقعة. يقول الله تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. قال إيش؟ والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، الذين هم درجة أقل من السابقين المقربين. بل تعالوا نقرأ سورة الرحمن. يقول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هؤلاء هم السابقون، هم المقربون. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. يعني شوفوا ماذا يعطي الله جل وعلا للسابقين المقربين، ذوات أفنان وأغصان كثيرة جميلة جدا، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان نوعان، متكئين على فرش لبطانة من حرير بطائنها من استبرق. هذه البطانة، ولم يذكر اللي فوق. انت عاد فكري، انت فكر ماذا الذي فوق اذا كانت البطانة حرير بطائنها من استبرق؟ لو شنو وجن الجنتين دان، الجنة الثمر، وانت على فراشك في الجنة وانت على فراشك، تخيلوا عيشوا الجو، وانت على فراشك جنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان، فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. قاصرات اي باختيارهن، لم يطمثهن ابكار، انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا، لم يطمثهن انس قبلهم، كانهن الياقوت والمرجان. شو التشبيه؟ ثم بين هذا جزاء وفاقا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسنتم نحسن اليكم. هكذا يعطي الله جل وعلا. ثم ماذا قال؟ ومن دونهما جنتان، يعني شلون دون؟ اقل. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. مدهامتان أي شديدة الخضرة، يعني خضراء حتى تكاد تكون سوداء من خضارها، لكن هناك ذوات أفنان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، نضخ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. تعالوا نقارن بين هاتين الجنتين وبين الجنتين اللتين سبقتا. هناك ذوات أفنان، هنا مدهامتان. ذوات الأفنان أفضل، أغصانها كثيرة أفضل. هناك عينان تجريان، هنا عينان نضاختان. خير عظيم جدا، جنة ايش تبي نقول، لكن هناك أحسن. هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك فيها من كل فاكهة زوجان، نخل ورمان وغيرها، كل فاكهة زوج أكثر لأنها للسابقين المقربين. هناك متكئين على فرش بطائنها استبرق، جنى الجنتين دان. هنا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما ذكر الاستبرق، ما ذكر الفاكهة التي تتدلى عليك وأنت في فراشك. هناك فيهن قاصرات الطرف، هنا حور مقصورات، قاصرات غير مقصورات، قاصرات باختيارهن، مقصورات قصرهن غيرهن. كأنهن الياقوت والمرجان، هنا حور مقصورات في الخيام. نجد الفارق بين المجموعتين، لماذا؟ لأن هناك فرقا في العمل، فإذا اجتهد الإنسان في العمل زاد له الأجر وصار من السابقين المقربين. إذا قصر في العمل لكنه في النهاية مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أدى الفرائض، انتهى عن المحرمات، نقول أنت من أصحاب اليمين لكن لست من المقربين. الله يجعلني وإياكم من المقربين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.